بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. احنا النهارده هننزل في اعماق البحر الاحمر عند محميه راس محمد. قليلين اللي بيروحوا هناك واللي عندهم مهارات غطس وبيشوفوا اعاجيب. عالم اعماق البحر عباره عن عالم. ساعات يتهيالك انه جنه من الجمال اللي هتشوفه، الوان اللي هتشوفه. الجمال اللي في اعماق البحر هو التنوع العجيب في الأسماك وأحياء البحر، وبالذات البحر الأحمر غني جدا بالشعاب. الشعاب المرجانية دي بالنسبة للسمك هي مجمع ساكني، هي بيت، والملجأ اللي بتلجأ إليه وتنام فيه، تتوالد تتزاوج اكن جيش، وله هيئه اركان هي مقرها الشعاب المرجانيه. وانواع اللي شايفينه ده اعماق البحر الاحمر عالم ملوش اخر. ودي كلها حيوانات الانبوبيه، دي بيسموها حيوانات الأنبوبية، وهي عبارة عن حيوانات الأرخوية. كل حيوان ده عايش في أنبوبة، يطلع ويرجع يخش تاني. متلاحظين التشكيلات؟ السمك دايما يمشي في تشكيلات، هنشوفها دلوقتي. فرج مفيش منظر زي التاني. دي الأسماك الزجاجية في تشكيل، وده ريد ماوس جروبر فيش، ده اللي هو بيحمي الاسماك الزجاجيه، لكن في نفس الوقت لما يجوع ياكل منها. مفيش حمايه ببلاش، مفيش حاجه ببلاش. شوف السمكه العجيبه دي، سمكه العقرب سكوربيون، بتقلد الايه الشعاب، عامله كانها زي الشعب كده وهي ماشيه بلون الشعب، لكن هي مفترسة وملعونة سمكة العقرب. شوف ده بقى، شوف قاعد مستني دوره ازاي، ده ملعون، ده عامل كمين برضه، ممكن يفترس اسماك الانسيس دي. التريجر فيش او سمكة الزناد، نابليون لجلالة قدره. شوف نابليون تقيل قوي، مهم، حاسس ان حاجه كبيره خالص. ده بقى سمك الديك، وبيسموه سمك السبع برضه، لاين فيش، وده مفترس بيصل لاحجام كبيره. والريش اللي فوقه ده، اللي على الظهر ده، المشرع ده سام، في ابره فوق كده، لو حطيت ايدك تغز في ايدك وتعمل سم. وده لوحده عيله كبيره بقى بانواعه وفصايله، لاين فيش او سمك السبع او سمك الديك. شوفوا بقى مجموعه السباع دول، سمك السبع قد ايه. دايما السمك عاده يمشي في قطعان بالشكل ده. عالم ملوش أول ولا آخر. دي السمك الفراش الأصفر ده، أبو دي الأصفر ده اسمه باتر فلاي فيش، وده فيه أنواع وفصائل ملهاش آخر.
حاجة غريبة يعني، دي أسماك الأنجل وأسماك الفراش وأنواع الأنجل بقى وأنواع البترفلاي ما تعدش، وألوانها ما تعدش برضه، دي فصيلة كاملة بقى من الفصائل، فصيلة الأنجل وفصيلة الفراش. شيء غريب، عالم عالم. ده نوع من السمك بيسموه الماسك فيش، لأنه يبدو كما لو كان لابس ماسك أو قناع على وشه، وده ممكن يتنفخ يبقى كورة، بعضهم يسموه برضو بالون. شوف التشكيل اللي زي السمكة ده، تشكيل. طب ازاي عمل التشكيل ده وازاي نظموا نفسهم؟ بنقول لازم في قيادة وفي لغة، مفيش كلام. شوف باستمرار كل شوية يشكل حاجة تانية، مرة كورة مرة سمكة مرة دودة مرة كل الأشكال اللي ممكن تخطر على بالك. شوفوا بقى التشكيل دايما يوحد، ماشي في اتجاه واحد، دليل على ان له زعيم ولان في لغة بيتخبوا بيها فيوحدوا المسار، يمين دور شمال دور، الى الامام سر الى الخلف سر الى اخره، لازم في لغة، لان التشكيل نفسه بيبقى له اتجاه موحد. ده السمك الرمح او سمك السهم، دارت فيش، اللي هو الرفيع زي السهم ده. شوف بقى ماشي في تكتلات ازاي وتشكيلاته، كل شوية يغير الاتجاه، ولما غير الاتجاه يبقى لازم كله يغير الاتجاه، دليل على ان في نوع تفاهم او في قيادة معينة، القيادة تصدر امر كله يطاوع فيغير اتجاهه كله مرة واحدة. بعد ما باضت انساه بيحرس البيض، هو بيحرس البيض اللي هو الغامق ده، وبيبعد عنه السمك وبيمروح عليه بالايه، بالزعانف. ليه؟ علشان المفروض بعد 24 ساعه هيفقس، فلازم لازم الميه تتجدد باستمرار حوالين البيضه تحته. هو بيمروح فوق البيض وبيطرد اي سمكه تيجي تاكل البيض او حاجه. دي الراموره، واحنا رايحين بقى للكوافير، مكان الرامورة الصغير ده هو صاب الكوافير اللي بينظف السمك من الطفيليات. تلاقي السمكة تاخد وضع معين كده، يعني معناها عاوزة تتنظف، فيجي الرامورة ينظف الخياشيم والبق وياكل الطفيليات. عالم عالم ملوش أول ولا آخر، شيء غريب، شيء جنن، عالم عالم عالم، في ألوانه وكائناته وخيره وشره وعاداته وطبائعه، والأشعاب المرجانية زي ما قلنا مجمع سكن مهول مهول. فأكن الاحتمالات بالنسبة للكون احتمالات لا نهائية، ده احنا عندنا ان دي استحالات، لا ما فيش استحالة على الله سبحانه وتعالى، ده العليم القادر اللي ما فيش حدود لمشيئته ولا لقدرته ولا لإبداعاته. ففين تفين؟ احنا فين فين؟ احنا لسه ما وصلناش من العلم حاجة، ويا دوبك وما أوتيته من العلم إلا قليلا، يا دوبك احنا نقطة في محيط، نقطة في محيط، والمحيط لا نهائي. فإيديا أنا بشوفها أنها دليل قطعي، دليل قطعي على اليد الإلهية وعلى الفعل الإلهي المتعالي وعلى الذات الإلهية اللي صنعت كل المسرح المهول ده اللي اسمه الدنيا، واللي فيه من صنوف الحيوان والنبات أشكال وألوان، وهي في الحقيقة نفوس، ولكن لحكمة ما لا نعلمها ربنا خلق هذه النفوس في هياكل دنيئة وسخرها لنا وأخضعها لنا، لكن هي في النهاية في الآخرة هيبقى في مفاجأة كبيرة قوي قوي، لأن كل ده هيحشر، وعالم كله أسرار. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.